ديار، أهلا بك معنا. السلام عليكم زميلتي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قيل لي من قاعة التحكم أنك تتواجد بمنزل، أو أين تعيش شابة مسعودة هكذا؟ نعم زميلتي، تنقلت ميدانيا إلى الموقع المتواجدة به الشابة مسعودة، والآن أنا متواجد معها رفقة مواطنين، وقد وجدت الحالة متغيرة نوعا ما، يعني بعد مساعدة مواطنين بهذا الحي الفوضوي. أين ديار بن داود، سؤال فقط قبل أن تكمل، يعني هل بعد بث التقرير من طرف تلفزيون النهار استجاب ربما المواطنون لمساعدة شابة مسعودة؟ نعم، استجاب بعض المواطنين على مستوى الحي الفوضوي الذي وجدت به مسعودة، يعني وقاموا بتدعيمها ببعض الأواني وبعض الأفرشة، كما قاموا بتهيئة غرفة صغيرة يعني لحفظها من التشرد من الشارع. أما بالنسبة للمسؤولين، يعني لحد الساعة لم يقم أي مسؤول سواء محليا هنا من بلدية سوقر أو من مؤسسات النشاط الاجتماعي بتيارت. نعم. ورأي مواطنين، يعني أحاول أن أمرر أحد المواطنين برقادة، أنت يعني قامت وجدتم مسعودة، الشابة مسعودة هنا في الشارع، وقمتم بمساعدتها، يعني ماذا قدمتم يعني لحد الساعة؟ أعطينا الأبنية الأشوية وعاونناها بالإعانة، أعطينا شوية ماء شوية فراش، وراها معنا هنايا في الكورة كما راه حالتنا حنايا. كيف لقيتوها؟ لقيناها متشردة برك، ما عندهاش حتى 4 سنين لهاد الميترات هادو، راها من جولتنا هنا وسقفنا لها وراها مستورة هنا عندنا. زميلتي مواطن آخر نعم ديار بن داود، ديار بن داود، فقط لتوضيح الصورة أكثر للمشاهد، هؤلاء هم مواطنون متطوعون من نفس الحي لمساعدة شاب مسعودة، تفضل. نعم. نعم، مواطن آخر يعني هو الفروج، يعني هو من المواطنين اللي قاموا بمساعدة هذه الشابة، واش تقول لنا؟ شكرا لكم، احنا صبناها متشردة وبنينا لها وعاونناها في خاطر ربي صحيح. نعم، شكرا جزيلا لكم ولكل المتطوعين. ديار بن داود، فقط هل يمكننا الحديث ربما في كلمة فقط لشابة مسعودة، ربما تريد أن توجه نداء أو استغاثة للمسؤولين دون إحراجها، يعني فقط كلمة صغيرة نود أن نستمع إليها. نعم يا سيدة مسعود، الآن مباشرة معك نعم. زميلتي لميس. سلام، السلام عليكم، أهلا بك معنا مسعودة. نعم، أنت على المباشر عبر تلفزيون النهار، يمكنك نعم يعني توجيه نداء أو استغاثة للمسؤولين حتى يشوفوا الحالة تاعك وربما رايحين يساعدوك أكثر، تفضلي. ان شاء الله اختي، ان شاء الله. نعم اختي، انا من هي صافي كنت عايشه، نحكي لك. نعم تفضلي تفضلي. انا من كنت عايشه حياتي في الزوقه، والله قصه الزوقه في الجزائر. نعم الزوقه كانت عند بولشيا وكان